صلى الصبح هو في زمية الله حسب نظام جميع البيت متعود انه يقعد في الكرسي ده ورا ناس الزين وناس عمر عبد الرحيم وصاد هذا العمود والعمود ده فيه سيراميك الوعد وزينة 50 كيلو شفته حادة سيراميك مسلم حسبه متعود دائما مما بني هذا المجمع يصلي الصبح صلي الغيبة في هذا المقعد لكن وجاء وذهب لكي يأتي بالمصحف بتاعي عشان يرجع في كرسيه الذي متعود أن يقعد فيه حتى إقامة الصلاة ولكن في هذه اللحظة بعد ما شال مصحفه السرجيلي قال له أجلس بجاي لأنه كراسي دي فاضية خلى كرسي فاضي لأول مرة في هذه اللحظة يترك كرسي فاضي جلس قدام وشاهد شاهد من صلى الصبح فهو في ذمة الله أو نوى أن يصلي الصبح فهو في ذمة الله هذا كرسي حسب الذي كان يجلس فيه قبل دقيقة هذا الكرسي لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله شكر لله الحمد لله الحمد لله وقعنا 4 سيراميكات بعد وزننا 50 كيلو وقعنا في هذا الكرسي الذي يجلس فيه حسب أقل قطعة من هذا السيراميك تخطو أقل قطعة تخطو